يخوض العديد من الفلاحين في منطقة المنيعة جنوب ولاية غردايا تجارب كثيرة لزراعة نباتات عطرية وحتى طبية نادرة. هذه التجارب أثبتت نجاح كبير وباهر. المزيد في هذا الروبورتاج. قبل عشرات السنين صنفت مدينة المنيعة كأحسن مدينة عالمية في إنتاج الورود والبرتقال باعتبارها صيدلية مفتوحة على الهواء بفضل مناخها وتربتها والماء العذب الموجود في باطنها. فهي تحاول بشتى الطرق استرجاع مجدها في إنتاج مختلف الورود والنباتات العطرية والزيتية. جربناها وخدمناها وجربناها ونجحت. لالوفيرا وشجر تانية، ماشي غير لالوفيرا، نحكي قاع النباتات عطرية وصيدلية ناجحين 100%. ما تقولش محسوبة هنا، هنا يوريك باللي عام 1930 كما داروا المؤتمر تاع الفلاحة هنايا، جربوا الأرض من أحسن أرض خصبة في العالم المنيع، حضروا فيها 27 رئيس وملك في ذاك العهد، وحضروا علماء فلاحيين، حضروا هنا داروا المؤتمر عام 1930 ونجحت. كانت المنيعة كلاسات العاصمة تاع البرتقال والورد. البرتقال والورد العاصمة تاع البرتقال والورد في العالم. وزاد ثاني النعناع تاع المنيعة. عمي بضياف قويدر ابن هذه المدينة الذي ألهم بخوض تجارب زراعة مختلف النباتات والورود العطرية بحديقته التي أطلق عليها اسم حديقة القصر القديم. العديد من النتائج الباهرة التي حققها في تجاربه على غرار زراعة نبتة الألوفيرا التي تستعملها كبريات الشركات العالمية. الألوفيرا كما يحكوا أنها كانت الطبيب الخاص تاع كليوباترا، يمن مثل التجميل، وثانيا فيها خصائص كبيرة. جربنا خصائص كبيرة بالألوفيرا، والألوفيرا هذه استعملوها تسمى من عهد كليوباترا. كليوباترا ما كانتش قاعدة تشوف طبيب، غير النبتة هذه العطرية باش تحافظ على الجمال تاعها وباش تحافظ على الصحة تاعها تاني. تحافظ على الصحة نتاعها ومشهورة تاني، فيها عدة وسائل ثم مش غير الجمال. اليوم راه من كليوباترا راهم كان بعض الشركات في أمريكا وأوروبا راهم يستعملوها عالميا شهرت. احنا جربناها هنا في المنيعة نجحت مليح. ايه الرجال تاعها راهي زين. ها شوف هاو الرجال تاعها، شوف كيفاش راهي زين. نستعملوه للجلد، نستعملوه طبيعيا تسمى، ما تخلى يزيد لا والو. ها وشجره مطلوبه، لازم كل بيت تكون فيها، وفيها خصائص ثانيه كما يقولوا يحكوا. وجربنا بالتجارب الراحه الروحيه في البيت، كي تولي الشجره دي داخل المسكن قالك تجلب الطاقة الإيجابية. لم يكتفي عمي بضياف بزراعة نبتة الألوفيرا، بل وسع تجاربه لتشمل مختلف النباتات الزيتية والعطرية على غرار الزهرة الدمشقية أو ما يطلق عليها بلاغوز دو داماس. كل أنواع الورود جربتهم قاع يصلحوا، أنواع الورود كل صالحين في الملاعب، ما كانش نبتة ما جربناهاش وما نجحتش. لاروز دو داماس كيما نقولوا الورده، هي جابها الكسندر لو غران عام 1600 لاوروبا، ومن اوروبا جابوها هنايا المعمرين هنايا. كي جربوها هنا نجحت مليح، كانوا من لهنا يدوها النيس باش يسجلوا منها الزيوت العطريه.
عمق ويدا البضياف ليس الوحيد الذي فكر في التجربة، بل العديد من الملهمين بالورود والنباتات العطرية الذين حاولوا إعادة بعث زراعتها. بداية نحكي لك كيفاش كوننا هذه المزرعة. هذه المزرعة تكونت على أساس تربية المائيات، وتربية المائيات كما راك تشوف البسان هذا هو اللي نسقوا به كل هذا المحصول. ومن 2016 ما دخلناش المواد الكيميائية هنا اللي هما لي زونغري. كما دخلناش لي زونغري يتسمى عاد كل هذا المليو بيو. بيو مالك، انا قلت نبروفيتي في البيو وننتج نباتات طبية والعطرية اللي ممكن قاعد تنتج من هنا المنعه. عبد الرحمن هو فلاح اختار ان ينشئ مزرعة بيولوجية من خلال تربية نوع من المائيات واستعمال الأسمدة الطبيعية لإنتاج أنواع من النباتات العطرية والزيتية والورود. عندنا 14 نوع هنا تاع نباتات طبية وعطرية ننتجوها هنا. منها الورود، منها الستيفيا، منها البرداقوش، منها أنواع الحبق سبعة أنواع، منها السيترونال، الرومارين، منها السانتولين، منها لا لافوند اللي هي الخزامه، ياسر حوايج ياسر قلت لك كلهم ينجحوا، كل هنا ينجحوا، ما كاش حاجه جربتها هنا ما نجحتش. الفرويدو دراغون هذوك النبات الفواكه الاستوائيه، الفرويدو دراغون، بيبينو، كلش عندي هنا. عمي قويدر وعبد الرحمن واخرون هدفهما الوحيد هو التحسيس بما يوجد في المنيعة من مقومات لإنتاج النباتات الطبية التي حقق فيها الأوروبيون قفزة نوعية. هذه قلت لك في الفترة الماضية كانت لاميزو شانيل تدي الورد من هنا من المنيعة يدوه لفرنسا لهيه باش يستخرجوا منه ماء الورد ويستخرجوا منه زيت الورد. هذه كان لو فول ماردي سوار كما نقولوا يوم الثلاثاء الليل، وكان فول واحد اخر اللي هو نتاع الجمعه صباحا يدي الورود من هنا للملكه اليزابيث في بريطانيا. وحتى جاردان دي لندن هذيك الورود اللي فيها درك هي الورده تاع توكورت، هذه بشهاده موثقه وكلش. هذه دعوه للمستثمرين ان شاء الله اللي حاب يستثمر في هذا المجال يتقدم يا خويا يتقدموا. هذه كان نعطيك لي شيفر، لو شيفر تاع الزيوت في العالم يساوي 18 مليار دولار في العالم دور لا في الزيت، هذه لا مبادلات في الزيت، بيع الزيت. شوف اثيوبيا واثيوبيا ومصر يكلاسوا من احسن الدول اللي في تنتج. احنا عندنا امكانيات ما نقولوش خير منهم، احنا عندنا امكانيات ولكن الناس ما عندهمش ميول لهذا. لازم يكون توجه سياسي. توجه سياسي ولا اقتصادي لهذا. ولازم تكون مصانع، تكون بنى تحتيه باش الناس تقدم ماري في هذه الشعب. مش لهكذا. ما يقوم به هؤلاء فرص ضائعه في مدينه تعتبر صيدليه مفتوحه على الهواء. يمكن استغلالها في مشاريع نوعية في حال تحققت الإرادة من صناع القرار في بلادنا لتحقيق زراعة متخصصة يمكنها أن تجسد مثل هذه التجارب، والتي بالرغم من بساطتها إلا أنها يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة لنوع جديد من الزراعة.